الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. لا
نعم الشهيد. بسم الله. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل إلينا خير رسله وأنزل علينا خير كتبه وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. نحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم وينعم، ونشكره على ما أولى من النعم مما نعلم ومما لا نعلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أودع صدور أوليائه نوره المبين، واصطفاهم لوراثة النبوة من كل جيل وحين. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الموعود بحفظ القرآن فلا ينسى بقول الحق في سورة الأعلى: سنقرئك فلا تنسى. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار والتابعين لهم في سائر الأعصار والأمصار. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، موضوع خطبة هذا اليوم المبارك من شهر القرآن هو كيف نعيش مع القرآن، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. عباد الله، في هذا الحديث النبوي الشريف يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن معجزته الخالدة وآيته الباهرة وحجته القاطعة هي هذا القرآن، وكان كل نبي أوتي من المعجزات ما على مثله آمن الناس، وكانت معجزته صلى الله عليه وسلم وحيا أوحاه الله إليه. ولا يعني هذا أنه لم تكن له معجزات أخرى، وإنما يعني أن القرآن معجزة خالدة لا يأتي عليها الزمان. ولذلك رجا صلى الله عليه وسلم أن يكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ورحم الله الشيخ البصيري رحمه الله إذ نظم هذا المعنى فقال: آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان، وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم، دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم. أمة القرآن، إن من منن الله تعالى الكبرى علينا نحن المسلمين منة القرآن، هذا الكتاب الخالد الذي أنزله الله تعالى على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتكفل بحفظه، وهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو الوثيقة الوحيدة التي لم يتطرق إليها الشك عبر التاريخ، وكل كتاب سواه طاوله التحريف بالزيادة أو النقصان، وهو المجمع على إعجازه من كل جانب، فيه الهدى والنور والشفاء لما في الصدور، فيه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أمة القرآن، لكتاب الله تعالى فضائل وخصائص لم تكن لكتاب سواه، فهو حبل الله الممدود بين السماء والأرض، وهو الضامن للسلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. روى الترمذي بسند فيه مقال: درج العلماء على إيراده في فضل القرآن لشواهده، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنها ستكون فتنة؟ فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله،
فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد، أي لا يبلى على كثرة التلاوة ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. من قال به صدق، من قال به صدق، ومن حكم به أجر، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. أمة القرآن، هذه بعض أوصاف كتاب الله، ولا ياتي الدهر على تعداده، على تعداد فضائله وخصائصه ومزاياه. كيف لا، كيف لا، وهو كلام الله تعالى وصفة من صفاته. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. نفعني الله وإياكم بقرآنه المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وكل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أمة القرآن، إذا كانت هذه بعض أوصاف القرآن وأوصافه كثيرة لا تحصى، فكيف نعيش مع القرآن؟ كيف نعيش مع القرآن؟ نعيش مع القرآن أمة القرآن إيماناً بأنه كلام الله تعالى أوحاه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فيه الخير كله والعدل كله والصدق كله والشفاء كله. نعيش معه تلاوة لآياته آناء الليل وأطراف النهار، نجعل له نصيباً من يومنا وليلتنا، نتدبر آياته تدبر المؤمنين الحاملين في قلوبهم مشاعل الإيمان، ليتلقى نور القرآن بنور الإيمان، ليلتقي نور القرآن بنور الإيمان، فيستنير القلب بنور على نور. لا تدبر الزائغين عن الهدى والباحثين عن الشبه المؤولين لكلمه على أهوائهم، بل نعيش مع القرآن عملاً بتطبيق أمره ونهيه، واعتباراً بقصصه وخبره. نعيش مع القرآن بحفظه وتحفيظه وتعليمه للناس ونشره، كما فعل آباؤنا وأجدادنا رحمهم الله تعالى، الذين حملوه إلينا غضاً طرياً كما أنزل، وأفنوا في ذلك أبدانهم وأعمارهم حتى صار بلدنا الحبيب المملكة المغربية أكثر بلدان العالم حفظاً لكتاب الله تعالى عبر التاريخ، كما قال ابن العربي وابن خلدون وغيرهم من العلماء الكبار. وما تزال المملكة المغربية على العهد بحفظ كتاب الله تعالى وترتيله وتجويده وطباعته ونشره وغير ذلك من أوجه العناية السامية التي أولاها له مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، سيراً على نهج أسلافه المنعمين، حيث أنشأ للقرآن مؤسسات ومعاهد كمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية، ومؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف على أوسع نطاق، وإذاعة وقناة محمد السادس للقرآن الكريم، اللتين أنارتا البيوت والقلوب بالتلاوات العطرة لكتاب الله تعالى، والعناية السامية بتحفيظه للكبار والصغار عبر مساجد وكتاتيب المملكة.
وشعبه الوفي سائر في إركابه، وممتن له بجهوده الكبيرة في خدمة القرآن. حفظه الله تعالى بحفظ القرآن، وجزاه خير الجزاء على دينه وأمته ووطنه، آمين. كذلك فلنعش أمة القرآن مع القرآن، تلاوة وتدبرا وعملا وحفظا ونشرا، حتى نكون ممن يشفع لهم القرآن يوم القيامة بين يدي الحق سبحانه، كما وعد بذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا فضله وآلاءه عليكم، وأكثروا من الصلاة والسلام على الهادي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ذوي القدر العلي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان. اللهم انفعنا بمحبتهم، واحشرنا يا مولانا في زمرتهم، ولا تحد بنا عن نهجهم وطريقتهم إلى يوم الدين. وانصر اللهم من قلدته أمر عبادك المؤمنين، عبدك الخاضع لجلالك وسلطانك مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم احفظه بما حفظت به الذكر الحكيم، واجعل عنايته بكتابك وخدمته لسنة نبيك شفاء وعافية في صحته، وبركة في عمره، وزخرا في صحيفته، وأقر عين جلالته بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي الحسن، وأنبته اللهم النبات الحسن، وشد أزر جلالته بشقيقه السعيد صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي رشيد، وبباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنك سميع مجيب. وارحم اللهم الملك المجاهد مولانا محمد الخامس، الذي تذكرنا ذكراه المهيبة بمآثره الخالدة، الذي تذكرنا ذكراه المهيبة بمآثره الخالدة، التي تستوجب منا الدعاء له بالرحمة والمغفرة والرضوان، أداء لبعض ما يجب له علينا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له. اللهم تغمده ورفيقه في الكفاح، موحد البلاد وباني المغرب الحديث مولانا الحسن الثاني، بواسع رحمتك وكريم جودك وجزيل عطائك، واصبب على ضريحيهما شآبيب العفو والمغفرة والرضوان، واجزهما عنا خير ما جزيت محسنا عن إحسانه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا ومغفرة لذنوبنا، آمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا تراصوا يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم. السلام عليكم. ومنك السلام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وحي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله عدد ما في علم الله العلي العظيم الكريم وفضائله. الحمد لله رب العالمين،
فاتحة للوالدين ولكافة المسلمين والمحبسين. اللهم اغفر لهم وارحمهم. سيدنا ومولانا السلطان اللهم انصر وبارك في عموره، اللهم وفقه للخير وأعن عليه، اللهم أصلح به وعلى يديه، اللهم أصلح أمور المسلمين أجمعين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.